مساء الخير. احنا دلوقتي هنشرح حاجة مطلوبة زيادة اوقات من الطلبة على السايت بتاع الالم اس. زي ما احنا متعودين بندخل lms.svp-helmiya.org، بندخل اليوزر نيم والباسورد، ويفضل ان احنا نكون عملنا لهم سيف على الموبايل او اللابتوب علشان ما نحتاجش ندخلهم كل مرة. دلوقتي بتطلع لي الكورسز كلها. انا مثلا طالبة في اولى اعدادي، مطلوب مني ان انا اعمل واجب واحطه على السايت. في اسئله جات لنا كتير بخصوص ازاي نعمل كده، فانا بدخل على الكلاس بتاعي. مثلا هدخل على دوزيام بريباراتوار تانية اعدادي، هدخل على حصه السيانس، وهلاقي هنا كل الاكتيفيتي، كل الانشطه والحاجات اللي المدام بتحطها لي، المدرس بيحطها لي علشان اشتغل بيها. لما بلاقي الشكل زي اللي فوق ده، الفايل اللي تحت ايد ده، معناه ان ده واجب، واقدر احط الواجب بتاعي في نفس المكان. فانا بفتح بدوس على المنظر ده، بيجي لي هنا اهو، ده الاكزرسيس او التدريب اللي المدام حطه لي. اهو اتفتح تحت اهو. ده كانت اسئلة المفروض بنات بتحلها. البنات ممكن تحلها على نفس الفايل وتبعته تاني، ممكن تحلها في الكراسة وتصورها وتبعتها كأنها صورة. طيب بعد ما نخلص كل ده هنعمل ايه؟ المطلوب ان انا في الاخر زي ما انتم شايفين كده، حاجة في بطن، في زرار مكتوب عليه add submission، هو هنا اللي انا بقدر احط فيه الواجب. بدوس على الزرار ده، بيطلع لي ان انا ممكن احط الفايل اللي انا عايزاه هنا. انا بدوس على الفايلز هنا، بعمل ابلود فايل، بختار الفايل اللي انا عندي على الكمبيوتر، اذا كان وورد مسيفاه، اذا كان الصورة انا صورتها. انا هختار مثلا صورة موجودة عندي اهو على الديسكتوب اهو، اوبن، هي نزلت، هعمل ابلود للفايل، اهي ظهرت هنا الصورة، واروح عاملة save changes. بكده بتكون الصورة او الواجب بتاعي او الفايل الوورد اللي انا كتبته وصل اهو، بيقول خلاص ان الاساينمنت اهو اتحط submitted عشان الجريدنج، لان ممكن المدرس يقدر يصحح ويحط درجة كمان، او يكتب comments يعلق للبنات على الواجب بتاعهم اذا كان في حاجة تتصلح وكده. تمام. وممكن ارجع اعمل edit submission لو انا عايزه اغير الواجب او احط اي حاجه مختلفه، لو مسموح لي ومدرس فاتح ان الزرار ده يكون موجود.